أريد أن أقول بأن ما يحدث اليوم في الجزائر وفي العراق وما حدث وما يحدث في لبنان وما حدث في السودان وهي تجربة ناجحة إلى الآن يعني يثبت بأن تحرك التونسيين والليبيين والمصريين واليمنيين كان تحركا عظيما وملهما ومؤثرا وهو اليوم يؤتي أكله في دول أخرى لأن الحركات التي تتجدد والتي تولدت في ساحات عصية جدا ومسيطر عليها مناطق أسميها أنا محرمة محظورة يعني العراق السلطة الطائفية لاذت بطائفة وكانت تعتقد أن هذه الطائفة لا يمكن أن تخذلها فقط ستعطيها الأصوات ومن ثم ستواصل الاستحواذ على القرار السياسي في العراق وتهميش كل المكونات الأخرى والتصرف بثروات العراق كما يحلو لها يعني هناك بارونات من أهل الثروة معظمهم من رجال الدين الشيعة هذا الأمر ولد حالة ميؤوس منها في العراق لهذا اليوم انتفاضة العراق هي الشيعية على نظام شيعي هذا إعجاز هذا إعجاز الربيع العربي وهذا يشير إلى قوة وتأثير الربيع الذي تولد في تونس وضربت موجه هل تعتبره أيضا إعجاز لم يكن متوقعا ولم يكن أيضا في الحسبان؟ لا هو متوقع في نهاية المطاف هو متوقع لأن الأمور عادت إلى أصلها يعني ثمة من أخذ الهوية العربية وثمة من صادر الحقوق العربية اليوم الشعوب العربية تستعيد هذه الحقوق وتستعيد معها هويتها هل تعلم في العراق أنه في ميدان التحرير في الرصافة الجميع يحيي الشهيد صدام من كان يصدق هذا؟ يعني معظم الذين يتواجدون في ساحة التحرير في الرصافة وهي يعني من المتظاهرين الشيعة وهم يحيون الشهيد صدام إلى قبره هذا تحول ما كان أحد يتصوره لكنه يحدث هذه هي طبيعة الأشياء صور خامنئي تحرق صور قاسم سليماني المؤثر الأكبر على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري والذي يصادر القرار العراقي صورته تحرق وتلقى عليها الأحذية في لبنان كذلك لبنان ذي التركيبة الطائفية المعقدة حيث ضاعت الهوية اللبنانية لعقود الناس لادوا بالطوائف ولادوا بالحماية الخارجية أصبح اللبنانيين فرنسيين أكثر من الفرنسيين اللبنانيين معظم الكوادر هاجرت إلى الغرب لكنها في لحظة يأس تجمع الشيعي مع السني مع المسيحي وقرروا إسقاط النظام.